أهلا بكم. أفاد مراسل الإخبارية أن أمطارا غزيرة هطلت على مدينة جدة، فيما توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد حتى مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية. من جانبه حذر الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة من أمطار غزيرة خاصة على الأجزاء الساحلية الممتدة من رابغ حتى القنفذة. وينضم معنا من مكة المكرمة مراسلنا أيمن الثبيتي. أهلا بك أيمن، كيف تبدو الأجواء حاليا في مكة المكرمة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها هذا اليوم؟ أيمن، أيمن هل تسمعني؟ نعم أسمعك أخي ماجد. أيمن كيف الإخبارية في هذا البث الحي المباشر من هنا؟ نعم. مكة المكرمة. نعم أيمن، لو تصف لنا الأوضاع حاليا بعد هطول الأمطار الغزيرة لهذا اليوم. نعم، كما تعلم شهدت العاصمة المقدسة ظهر هذا اليوم أمطار غزيرة شملت جميع أنحاء العاصمة المقدسة وجميع الضواحي التي ترتبط بالعاصمة المقدسة. الأمطار لله الحمد والمنة كانت غزيرة. نعم. بشكل كبير، استنفر من خلالها جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، الدفاع المدني، الهلال الأحمر، المرور، كل القطاعات ذات العلاقة استنفرت كامل طاقاتها، وأيضا القطاعات الحكومية لمواجهة هذه الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة. هناك أعداد كبيرة من الاحتجازات نتيجة تجمعات المياه في بعض المواقع التي من خلالها أكد الدفاع المدني أن هذه المواقع هي تعتبر أماكن لتجمع المياه، وهي ما يقارب من 52 موقعا. من خلالها باشرت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني هنا بالعاصمة المقدسة التعامل مع هذه الاحتجازات. هناك بعض الطرق التي تم تحويلها، وذلك نتيجة لتجمعات مياه في مناطق أخرى من قبل مرور العاصمة المقدسة. السماء لا زالت ملبدة بالغيوم بشكل كامل، وبشكل ملفت للنظر أن هناك استمرار بمشيئة الله تعالى لهطول هذه الأمطار. نعم. على العاصمة المقدسة. الدفاع المدني قام بإرسال رسائل نصية لأهالي العاصمة المقدسة عن طريق التواصل الاجتماعي بالابتعاد عن أماكن تجمعات المياه والابتعاد عن الأودية والشعاب، وذلك حتى لا تقوم هذه المياه بجرف كل من يأتي من حولها. نسأل الله العلي القدير. نعم. أن تكون هذه الأمطار أيمن فيما يخص الرسائل والتحذيرات التي كانت من الدفاع المدني، كيف كان تعامل المواطنين مع هذه التحذيرات، وكيف كانت يعني حركة المواطنين والمقيمين والمعتمرين في مكة، يعني كيف كانت سهولة تنقلاتهم وتحركاتهم؟ نعم، كما تعلم القوى الخاصة من المسجد الحرام وهيئة الهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني. نعم. هي حقيقة التي تقوم على رعاية ضيوف الرحمن في المسجد الحرام. بمجرد هطول الأمطار كان هناك عدم نزول للمعتمرين لصحن المطاف حتى لا تكون هناك بعض الانزلاقات للمعتمرين والزوار وقاصدي بيت الله الحرام. كإجراء احترازي يتم أيضا إخلاء الحجر من أيضا المصلين والمعتمرين، وذلك أيضا حتى لا تكون هناك بعض الانزلاقات. هناك بعض الالتماسات الكهربائية التي نتجت عن هذه الأمطار التي تحدث عنها وتحدثت عنها المديرية العامة للدفاع المدني هنا بالعاصمة المقدسة. الآن كما نشاهد يعني خروج كثير من أهالي العاصمة المقدسة والتجول. نعم أيمن. في مكة المكرمة من خلال هذه الأجواء، ولكن لابد. نعم. أخذ الحيطة والحذر. نعم، هي أمطار خير وبركة هطلت لهذا اليوم، نشكر الله العلي القدير على هذه الأمطار. مراسلنا من مكة المكرمة أيمن الثبيتي، شكرا جزيلا لك. كما ينضم معنا أيضا المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد الغامدي. أهلا بك عقيد سعيد، يعني أمطار خير وبركة هطلت لهذا اليوم على مكة المكرمة، كيف كانت جاهزية الدفاع المدني لتلك الأجواء في منطقة مكة المكرمة؟
مساك الله بالخير وبالإخوة المشاهدين، جعل الله أمطار خير وبركة وعمل نفع البلاد والعباد إن شاء الله. بالنسبة للدفاع المدني هو أحد القطاعات الحكومية اللي بتعمل في مثل هذه الأجواء، هو في حالة طوارئ على مدار الساعة من لحظة وصول بلاغ التنبيه من الأرصاد وحماية البيئة. الدفاع المدني عنده أليات وفرق ميدانية في مواقع مرصودة مسبقا قد تشكل خطورة ووجهت لهذه المواقع، أيضا عنده غرفة تنسيق موجودة في إدارة جدة مشترك فيها أغلب الإدارات الحكومية تم تفعيلها، الغرفة العمليات المشتركة في أمانة المنطقة أيضا تم تفعيلها ودورها اليوم. الجميع كانوا كتلة واحدة بيعملوا في إطار واحد مع الدفاع المدني في أي طريقة سمح الله، كانت جاهزة تماما للحالة الجوية اللي حصلت اليوم في محافظة جدة وأيضا أغلب محافظات منطقة مكة المكرمة. نعم عقيد سعيد، كنتم يعني حذرتم يعني في رسائل وعبر الوسائل الإعلامية عن هذه الحالة المطرية، كيف وجدتم ردة فعل المواطنين والمقيمين كذلك في التفاعل مع هذه التحذيرات؟ الذكرى هي ضرورية ودائما لابد ننبه، التنبيه دائما يسبق الحالة المطرية. الحقيقة في تجاوب من المواطنين والمقيمين من الحالات الجوية، واليوم حصلنا يعني في ظاهرة جدا ممتازة في محافظة جدة. في اتصالات بتوصل غرفة العمليات من المواطنين، بلاغات تنبيهات، بيعملوا كانوا افراد ضمن منظومه الدفاع المدني في الميدان. حقيقه كان لهم دور ايجابي ودور فعال، ونشكرهم على تجاوبهم لرساله الدفاع المدني وابتعادهم عن مكان الخطوره وابتعادهم عن مجاري تصنيف السوء الموجوده في محافظه جده او الاوديه الموجوده خارج محافظه جده وفي الليث القنفذه مكه المكرمه. فعلا كانت ايجابيه، ولا انسى حقيقه دور القناه الاخباريه كان لها دور فعال جدا وتفاعلها دائما معنا في مثل الحالات. نعم هذا واجبنا. عقيد سعيد الغامدي من مديريه الدفاع المدني والمتحدث الرسمي للمديريه، شكرا جزيلا لك.